بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الصالحين، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يتجدد بكم اللقاء لنتذاكر معا آيات القرآن العظيم، كتاب رب الأرباب جل جلاله ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى. القرآن العظيم، الكتاب الهدى، الكتاب النور، الكتاب الفرقان، الكتاب التبيان. القرآن العظيم، الكتاب الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على سائر الكتب السماوية التي سبقته في النزول، فهو آخر الكتب السماوية وأحدثها عهدا بالسماء. هذا القرآن العظيم، الكتاب الخاتم، الذي أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم المبعوث في الأمة الخاتمة خير الأمم. نقف لنتذاكر آيات من هذا الكتاب. وقوفنا من خلال هذا الدرس وفي هذه الفترة من هذه اللقاءات، وقوفنا مع سورة آل عمران، السورة العظيمة، وكل ما في القرآن عظيم، وكله كلام ربنا جل جلاله. وإن من الموافقة الطيبة أن يكون في هذه الأيام وقوفنا مع الآيات المباركات التي تتحدث عن هذا البيت الكريم، هذا البيت المبارك، هذا البيت القبلة والهدى، البيت الأول الموضوع لعبادة الله عز وجل وحده. من الموافقة أن يكون في هذه الأيام وقوفنا مع الآية التي تتحدث عن البيت وعن الحج إلى البيت. ونحن نعيش أشهر الحج
وباقتراب موسم الحج، هذا النسك العظيم والركن من أركان الإسلام العظام، فقد جعل الله عز وجل له زمنا محددا هو خير الأزمان، وجعل له مكانا محددا هو أفضل الأماكن، بيت الله الحرام، ومكة شرفها الله، والحرم المحرم، والمشاعر المقدسة، هذه أماكن الحج ومحل هذا النسك العظيم. وهذه هي أيام الحج، وهذه أشهر الحج التي يشرع فيها الحج، وأن يهل الإنسان فيها بالحج، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر من ذي الحجة، فهذه أشهر الحج. فنحن في أيام الحج وفي أشهر الحج، وبفضل الله عز وجل علينا نحن في مكان أداء نسك الحج. وقفنا في درسنا الماضي عند قول ربنا جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية جاءت بعد قول الله عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس. وأدركنا من خلال الدروس الماضية ومنذ أن انطلقنا في درسنا مع سورة آل عمران، وقد تبين أن هذه السورة تستعرض من خلال آياتها المباركات مرحلة من مراحل الدعوة النبوية، وتستعرض من خلال آياتها تلك المرحلة التي كان فيها الجدال والحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب، والذي كانت البداية من خلال هذه السورة بذاك الوفد الذي وفد إلى المدينة النبوية من نصارى نجران، فكانت تلك الآيات المباركات تستعرض تلك الواقعة وتستعرض أحداثها، وهذا ما وقفنا عليه من خلال تلك الآيات المباركات التي قاربت 90 آية من أول السورة، وكان في ثناياها وقبل هذه الآية التي بين أيدينا كان أيضا حوار مع اليهود، مع الفئة الثانية من أهل الكتاب، وهذه الآية وما قبلها على أرجح أقوال أهل التفسير هي أيضا تذكر لنا شيئا من تلك المرحلة، مرحلة
الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب ولمن جاوره في المدينة النبوية من اليهود، والموطن الذي بين أيدينا، وعلى قول أكثر أهل التفسير أن نزول هذه الآيات وما قبلها إذ كان أهل الكتاب خصوصا اليهود أرادوا أن يضعوا المعوقات أمامهم وأمام قومهم، وعامة اليهود في المدينة وكذلك عامة الأوس والخزرج أن لا يدخلوا في هذا الإسلام، وكذلك من دخل أن يبث في نفسه من الشبهات ما يكون طريقا لتراجعه عما سلكه من دخوله في هذا الدين الذي هو الإسلام. فرأينا من خلال الآيات السابقة كيف أن مما استدل به هؤلاء قضية أن هذا القرآن جاء بأحكام تفارق الأحكام التي جاءت في التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى، وقالوا أن ما في التوراة من الأحكام هو أيضا كان شريعة الخليل إبراهيم عليه السلام، وأن تلك الأحكام التي حرمت على بني إسرائيل هي أيضا قد حرمت على الخليل إبراهيم وعلى أولاده من الأنبياء، لأنهم قالوا أن قضية النسخ في الأحكام لا تكون في الكتب السماوية، فقالوا الدليل إذن على عدم صدقك يا محمد وعدم صدق ما جئت به هو أنك جئت بأحكام تخالف ما في التوراة. فهنا كان موقف القرآن في الرد على هذه الشبهة بقول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وأن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل الكتاب وأن يأمرهم بأن يأتوا بالتوراة وأن يذكروا إن كانوا صادقين أن يتلوا من التوراة ما يدل على أن ما حرم عليهم في شريعة موسى عليه السلام هو أيضا كان محرما على إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. فلما عجزوا عن ذلك دل على بطلان تلك الشبهة. وأيضا في هذه الآية التي ذكر فيها البيت وذكر فيها ذكر الحج، وقد مر معنا في سورة البقرة آيات القبلة، وسورة آل عمران كان نزولها بعد سورة البقرة، فمر معنا في سورة البقرة ذكر آيات القبلة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 17 شهرا بعد هجرته إلى المدينة متجها
إلى بيت المقدس، ثم ولاه الله عز وجل نحو البيت الحرام، وأمره أن يتجه إلى البيت وأن تكون هي قبلته وقبلة أمته، كما كانت هي قبلة الخليل إبراهيم عليه السلام من قبله. فهنا تأثر أيضا أهل الكتاب خصوصا اليهود لذلك، وتراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى بيت المقدس وتوجهه نحو الكعبة في مكة شرفها الله، فمما أيضا قالوه وخاطبوا به النبي صلى الله عليه وسلم أن بيت المقدس أفضل من البيت الحرام الذي بمكة، وأنه أسبق في البناء، وأنه هو بيت الأنبياء، فلذا قالوا لما تحولت عنه، مع أنه هو الأفضل والأسبق. فتولى القرآن الكريم الرد على هذه الشبهة وعلى هذه الدعوة، فبينت هذه الآيات المباركات أولا أن بيت الله الحرام هو الأسبق وهو الأول في الوضع، وأن المسجد الأقصى كان تابعا من حيث الوجود للمسجد الحرام الذي بمكة شرفها الله، ثم بين أفضليته، أي أفضلية البيت الحرام الكعبة الشريفة على المسجد الأقصى، من خلال ذكر تلك الخصائص في هذه الآيات المباركات، ثم بما جعل من العبادة العظيمة والشريعة التي أنجزها الأنبياء نحو هذا البيت المبارك، وهي شريعة الحج وشعيرة الحج، وأن ذلك مرتبط بهذا البيت المبارك، وأن هذا فعل الأنبياء من الخليل إبراهيم عليه السلام ومن بعده إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بهذه الدلائل إذ البيت ذو المكانة العلية والعظمة والهيبة التي تؤخذ من خلال تلك الخصائص والصفات، هو البيت الذي ارتضاه الله أن يكون قبلة للمسلمين، فهو الذي اصطفى وهو الذي اختار، والله صاحب الحق في الاصطفاء والاختيار، لأنه هو الذي خلق وهو الذي أوجد من عدم، قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فإذن تصدى القرآن لتلك الشبهة ورد عليها وبين ما لهذا البيت من المكانة، وما له من السبق، وما له من الخصوصية التي تجعله مؤهلا أن يكون هو القبلة للمسلمين. فقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقفنا في درسنا الماضي
مع قضية الأولية، وأن بهذه الآية المباركة وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. فاتفق أهل العلم على أن أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل هو المسجد الحرام، هو هذا البيت العتيق. وهذا إخبار الله، وهذا إخبار الله، وإخبار الله عز وجل هو الحق، وهو الحق المبين الواضح. فرد الله جل جلاله بهذا الإخبار على يهود المدينة فيما زعموا وادعوا من أن المسجد الأقصى هو المسجد الأول، فأخبر الله أن المسجد الأول هو المسجد الحرام الذي بمكة. فوقفنا مع قضية الأولية، وتبين لنا أن الأولية أولية في الوضع وأولية في الشرف والفضل. ثم وقفنا مع خصيصة البركة وقضية الوضع، كما تبين أن السياق للآية والمقام في ذكر هذه الخصائص للبيت يعطي الدلالة أن الوضع هنا منسوب إلى الله جل جلاله، كما أن البركة التي في البيت إنما هي جعل من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الهدى الذي ارتبط بالبيت هو جعل من الله عز وجل جل جلاله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. ووضع البيت للناس أيضا وقفنا مع كلمة الناس، فالبيت موضوع لعموم الناس لغاية هي غاية الوجود، وهي عبادة الله جل جلاله، فوضع لجميع العباد الذين يعبدون الله عز وجل. والربط العجيب بين البيت وبين الغاية من خلق هذا الإنسان له دلالة عظيمة. فإذا الغاية التي وجد الإنسان لأجلها في هذه الحياة هي عبادة الله، والبيت وضع لعبادة الله عز وجل وحده. فهذا التلاقي العجيب يعطينا الدلالة على مكانة العبادة لله عز وجل وحده عند الله، ويعطينا أيضا الدلالة على مكانة هذا البيت، حيث أنه من أول يوم وضع كانت الغاية من وضعه عبادة الله عز وجل وحده، وأن بقاءه لتحقيق هذه الغاية، وأنه متى ما انقطعت هذه الغاية التي لأجلها وضع البيت فيكون عندها رفعه، ويكون عودة هذا الحجر الذي جيء به من الجنة إلى المكان الذي جيء به منه، وهذا يكون من أشراط الساعة الكبرى، هدم هذا البيت ورجوع هذا الحجر إلى المكان الذي نزل منه من الجنة، وكذلك محو آيات القرآن من المصاحف، ويكون ذلك من أشراط الساعة الكبرى والتي ليس بعدها إلا القيامة، ولا ينتظر الناس إن حدث ذلك
إلا القيامة بين عشية أو ضحاها. ولذلك هذه العبادة العظيمة، هذا الحج، هذا النسك الذي لا يقام إلا هنا عند البيت، وهؤلاء الوفود التي تفد إلى البيت حجاجا ملبين، هم صمام أمان البيت، وبقاء البيت صمام أمان الدنيا بأكملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند أبي يعلى: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لأطبقت السماوات على الأرض. وقال طاووس بن كيسان عالم الحرم في زمنه من التابعين، قال: لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. فالبيت صمام أمان للدنيا، والعباد من المصلين والطائفين والحجاج والمعتمرين هم صمام أمان البيت. فقيام هذه العبادة بقاء البيت، وذهابها ذهاب البيت، وذهاب البيت نهاية الدنيا. فإذن هذه قضية البيت، وهذه من أموره العظيمة. فلذلك الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة المباركة يبين مكانة البيت، ويبين الخصائص التي تدل على عظمة هذا البيت وعلى مكانته وهيبته وجلاله، وأن الله سبحانه وتعالى هو من تكفل بذلك. ثم وقفنا مع خصيصة البركة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. عرفنا معنى البركة في اللغة، وأنها الثبات واللزوم والزيادة والنماء، فهي ثبات ولزوم وزيادة ونماء. ثم عرفنا معنى البركة في الاصطلاح، وعرفنا أن الله عز وجل هو مانح البركة في الأشياء المباركة، وعرفنا ما هي الأمور التي باركها الله عز وجل في كتابه وأخبر عنها، وعرفنا ما معنى البركة المرتبطة بهذا البيت العتيق، المرتبطة بهذا البيت العتيق. ثم بعد ذلك نقف اليوم مع خصيصة أيضا ذكرت في الآية مرتبطة بهذا البيت العتيق، وهي خصيصة الهدى. وخصيصة الهدى هي من الخصائص الكبرى التي أعطيت لهذا البيت، فالله عز وجل جعل من خصائص هذا البيت الأولية في الوضع، ومن خصائص هذا البيت البركة، ومن خصائص هذا البيت القبلة، ومن خصائص هذا البيت التحريم، ومن خصائص هذا البيت القيام، فهو قيام للناس، ومن خصائص هذا البيت أنه مثابة للناس. فهذه خصائص كبرى ذكرها الله عز وجل في كتابه. فالهدى يعد واحدا من تلك الخصائص الكبرى التي جعلها الله عز وجل لهذا البيت الذي اصطفاه الله عز وجل واختاره الله وفضله الله عز وجل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذه الخصيصة، وهي خصيصة الهدى،
التي جعلت للبيت تجعله في مصاف أمور جعلها الله عز وجل بفضل منه وتدبير منه، جعلها مانحات الهدى للناس بإذنه جل جلاله. وهذه الأمور التي جعلها الله مانحة للهدى، أي تقدم الهدى للناس، هي القرآن الكريم والأنبياء وهذا البيت. وهذا معنى عظيم، وهذه أيضا دلالة لهذه الخصيصة ذات شأن كبير، إذ هذه الخصيصة جعلت البيت في مصاف هذه القضايا التي جعلها الله سبحانه وتعالى مانحة للهدى بالبيان والإرشاد كما يأتي. فنقف اليوم مع هذه الخصيصة التي جعلت للبيت، وهي خصيصة الهدى. أولا، إذا نظرنا إلى هذه الكلمة المكونة من الثلاثة الأحرف الهاء والدال والحرف المعتل الألف المقصورة، ومعنى هذه الكلمة عند أهل اللغة فإننا نجدهم يذكرون أن هذه الكلمة تدل على أصلين: الأول التقدم والإرشاد، والثاني أنها بعثة لطف، بعثة لطف. فالتقدم للإرشاد، التقدم للإرشاد لأن الهادي يتقدم من يهتدي به، فالهادي متبع والمهتدي تابع، لذلك يقال هديته الطريق، أي تقدمته لأرشده الطريق للوصول إلى بغيته. وأما بعثة لطف فيدخل تحت هذا المعنى الهدية، الهدية لما لمعنى الهدية من هذا المعنى، من هذا المعنى، فهي بعثة لطف. فإذا هذا المعنى لهذه الكلمة في اللغة. أما ما يتعلق بمعنى هذه الكلمة في معاجم ألفاظ القرآن الكريم، فإننا نجد إذا نظرنا إلى الكتب التي بيّنت معاني كلمات القرآن، فإنهم يجعلون أصل معنى كلمة هدى هو الإرشاد، الإرشاد. ثم تحت معنى الإرشاد يذكرون معان متعلقة به بحسب ورود الكلمة في الآيات القرآنية، فيكون الإرشاد بالبيان، ويكون الإرشاد بالدعوة
ويكون الإرشاد بالإلهام، ويكون الإرشاد بالإمضاء. فالإرشاد بالبيان كما في قوله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم، أي المقصود هنا بينا لهم. وأيضا مثل قول الله عز وجل: أولم يهدي للذين يرثون الأرض، أي ألم يتبين لهم. فإذا هنا الإرشاد بالبيان، الإرشاد بالبيان. أما الإرشاد بالدعوة كقوله جل جلاله: ولكل قوم هاد، أي لكل قوم نبي يدعوهم. وأيضا كقوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدعو. إذن هنا الإرشاد بالدعوة، ومنها الإرشاد بالإلهام، وهذا كقوله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالمقصود هنا بالهداية الإرشاد بالإلهام. وأما الإرشاد بالإمضاء كقوله عز وجل: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يمضي، لا يمضي. إذن هذا معنى الكلمة في معاجم ألفاظ القرآن الكريم. الهدى قضيته عظيمة وشأنه كبير، فغاية صلاح هذا الإنسان أن يكون مهتديا بهدى الله. ولذلك مما خوطب به آدم عليه السلام حال نزوله من الجنة، كما ذكر الله في القرآن، خوطب بقول الله جل جلاله: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتحصيل الهدى شأنه عظيم، إذ به السعادة، وبعدم تحصيله الشقاوة والضلال. ولذلك كان طلبه أعظم دعاء وأوجب دعاء يدعو به العبد ويلجأ إلى ربه، وهو يطلبه طلب الهدى. ولذلك نجد هذا الدعاء في أعظم سورة في القرآن، في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ويكرره الإنسان تكرار وجوب في كل ركعة من صلاته، طلب الهدى. كلمة الهدى تكررت في القرآن العظيم مرات كثيرة، فبلغت 37 مرة، سواء بصيغ اسمية أو بصيغ فعلية. وهذا الهدى جاء في القرآن مسندا إلى الله عز وجل إثباتا ونفيا، وجاء مسندا إلى الأنبياء إثباتا ونفيا، وجاء أيضا مسندا إلى الإنسان، وهذا نجده في القرآن العظيم. فمسندا إلى الله جل جلاله في القرآن العظيم في آيات
بلغت 138 مرة مسندا إلى الله جل جلاله، كما قال الله عز وجل: والله وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقول الله عز وجل: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقول الله عز وجل: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وكذلك في النفي: والله لا يهدي القوم الظالمين. وجاء الهدى أيضا مسندا إلى كتاب الله عز وجل، من ذلك قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقول الله عز وجل حكاية عن الجن: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وجاء أيضا الهدى في القرآن مسندا إلى الأنبياء، كما قال الله عز وجل في القرآن: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فجاء الهدى مسندا إلى الأنبياء، وجاء مسندا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والصيغة التي وردت في هذه الآية تميزت بأنها دلت على التأكيد لهذه الصفة منسوبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا تضمنت إقرار من الله جل جلاله بهذه الهداية المحمدية. وأيضا جاء الهدى مسندا إلى الناس في قول الله عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وجاء مسندا لغير المؤمنين على جهة النفي، فقال الله عز وجل عن فرعون: وأضل فرعون قومه وما هدى، ما أرشدهم إلى الحق. فإذا هذا مما جاء في كتاب الله عز وجل عن الهدى. ونجد أيضا في السنة جاء ذكر الهدى، وكانت أيضا له دلالات عظيمة مما جاء في السنة. فوجدنا أن الهدى جاء في السنة مسندا إلى الله عز وجل، ولكن عندما ذكر هذا الإسناد للهدى إلى الله عز وجل جاء مبينا الحاجة إلى هدى الله من الله لا من سواه، أن الإنسان محتاج إلى هدى الله فيطلبه من الله. فلذلك كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالحاجة إلى هدى الله من الله، فيطلب ذلك من الله عز وجل لا من سوى، لا من أحد سوى. وأيضا كما يعني في الحديث الصحيح في صحيح البخاري قول الصحابة يوم الخندق: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فإذا أيضا فهذا مما جاء في السنة أيضا الدعاء وطلب الهدى من الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كان
أيضا يعلم علي رضي الله عنه هذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني. ويقول له: اذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. إذن هذا من حضور هذه الكلمة العظيمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الهدى المرتبط بهذا البيت العتيق كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة المباركة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فإننا إذا وقفنا متأملين في ما ذكر عن الهدى وعن معناه، فإننا نجد أن هذا الوصف وهذه الخصيصة جاءت ضمن منظومة ومصفوفة لعدد من الخصائص التي ذكرت للبيت العتيق، كما قلنا: الأولية والبركة والأمن والآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت العتيق، فكان من ضمنها خصيصة الهدى، خصيصة الهدى. وإذا ما تأملنا في هذه الصفة لبيت الله الحرام، فإنه كما قلنا أول أمر نقف عنده، وهو أنه بهذه الصفة وبهذه الخصيصة التي نسبت للبيت العتيق، فإنها جعلت البيت يرتقي إلى درجة تماثل ما عليه كتاب الله عز وجل من القداسة والتعظيم، وفي تلك الصفة والخصيصة، وهي خصيصة الهدى، خصيصة الهدى. فيلتقي البيت مع القرآن في هذه المنحة الربانية التي جعلها الله عز وجل للقرآن، وهي خصيصة الهدى، فكذلك تكون ممنوحة للبيت العتيق، تكون ممنوحة للبيت العتيق. وكذلك أيضا هذه الخصيصة وهذه الصفة ترفع البيت في هذا الباب مع الأنبياء ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كما قلنا في القرآن أن الأنبياء وصفوا بالهدى وجاءوا بالهدى وكانوا مصدرا لهدى البيان والإرشاد، فكذلك هذه الخصيصة ترفع هذا البيت من خلالها إلى مصاف الأنبياء. وهذه حقيقة مكانة عظيمة للبيت، ودلالة أيضا على أهمية هذه الخصيصة والتأمل فيها، وأن نعرف قيمة البيت من خلال هذه الخصيصة التي كما قلت جعلته في مصاف القرآن وجعلته في مصاف الأنبياء في هذا الأمر، وهو تقديم الهدى الذي هو هدى البيان والدلالة. فكما أن القرآن يقدم هدى البيان والدلالة والإرشاد للناس، وكما أن الأنبياء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقدم الهدى للناس، هدى البيان والدلالة والإرشاد، فكذلك البيت العتيق هذا ما دلت عليه هذه الخصيصة العظيمة، ولذلك هذه ذات دلالة وشأن كبير كما قلت. إذن هي تدل على مكانة البيت من جهة، ثم أيضا مناط التكليف إذا أدركنا هذا الأمر. فكما
أدركنا عندما جعل الله عز وجل القرآن مصدرا لهدى البيان والدلالة، وما يلزم من ذلك من قراءة القرآن وتدبره والعمل بما فيه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل أيضا مصدرا لهدى البيان والدلالة، وما يلزم من ذلك من طاعته واتباع سنته، فهنا نقف. ما الذي يجب علينا نحو وصف البيت بأنه هدى، وأنه أحد هذه الثلاثية التي تمنح الهدى بإذن الله، الذي هو هدى البيان والدلالة؟ فهذا يحتاج إلى أن نعرف ما هو الهدى المرتبط بالبيت. فإذا رجعنا إلى كلام العلماء فنجد أنهم انطلقوا للوصول إلى إدراك الهدى الذي ربط بالبيت منطلقين. المنطلق الأول، من نظر إلى هذه الآية التي ورد فيها ذكر الهدى وما أحاط بها من الآيات السابقة والآيات اللاحقة، وحاولوا من خلال هذا التأمل والتدبر أن يصلوا إلى هذا الهدى الذي ارتبط بالبيت. ومنهم من نظر للأمر بعمومه. فالفريق الأول عند تأملهم منهم من قال إن هذا الهدى الذي ارتبط بالبيت إنما هو القبلة، هذه الخصيصة العظيمة التي جعلت للبيت. فقالوا إذن هذا الهدى الذي جعل في البيت هو تلك القبلة، وأمر القبلة عظيم، إذ به جمع الكلمة، وهو هوية انتماء لهذه الأمة المسلمة، وهو أيضا ارتباط بتاريخ الأنبياء، والقبلة مرتبط بها أعظم العبادات وهو الصلاة. قالوا فإذا الهدى الذي جعل في البيت كونه قبلة، وهذا قول ذكره ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. ومنهم من قال الهدى الذي في البيت هو الدعوة، أي دعاء العالمين إليه، وهو إشارة إلى هذا النسك الذي نعيش زمنه في هذه الأيام، وهو نسك الحج. طبعا الذي قال الأول القبلة قال من أين أخذ هذا من الآيات؟ قال الآيات كما تبين في سبب نزولها قضية ما عرضه وذكره اليهود، أن المسجد الأقصى أفضل وأن القبلة إليه أولى، وأن هذه الآيات إنما جاءت ردا على تلك الدعوة في قضية القبلة. قالوا إذن فهنا نفهم على أن الهدى هنا المقصود به القبلة. ومن قال بأن المقصود بالهدى الذي ربط بالبيت هي الدعوة، أي دعاء العالمين إليه، وأن يأتوا إليه حاجين، قالوا هو المقصود. من أين أخذتم ذلك؟ قالوا بعد ذكر هذا ماذا وجدنا؟ وجدنا قول الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. قالوا فكون الحج ذكر بعد أن وصف البيت بأنه هدى، إذن المقصود بالهدى هذه الدعوة التي بمقتضاها يفد الناس إلى بيت الله العتيق حجاجا. ومن العلماء من قال أن المقصود بالهدى الذي
ربط بالبيت المقصود به الدلالة على الله جل جلاله وما له من صفات الجلال والكمال. من أين أخذوا هذا المعنى؟ قالوا أن الله عز وجل بعد أن ذكر صفة الهدى منسوبة إلى البيت قال سبحانه: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فيه أدلة واضحات ترشد المتدبر المتأمل وتعرفه بربه جل جلاله. قالوا فيكون الهدى الذي في البيت هو الدلالة على الله جل جلاله. ومنهم من نظر بالعموم فقال الهدى الذي في البيت كل ما فيه، ويعتبر من الدلالة والإرشاد والإصلاح لهذا الإنسان في أمر إيمانه ومعتقده أو في أمر عبادته وعمله فهو داخل تحت ذلك. وبالتأمل نجد أن تلك الأقوال ليس بينها تعارض بل بينها تكامل، فهي تتكامل ويكون ذلك كله من الهدى الذي جعله الله عز وجل في هذا البيت العتيق. فمن الهدى الذي في البيت أنه قبلة، ومن الهدى الذي في البيت تلك الدعوة للناس أجمعين بالوفادة إليه لأداء مناسك الحج، ومن الهدى الذي جعل في البيت دلالة ما فيه من الآيات وما عنده من الآيات البينات التي ترشد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المعاني دلتنا على الهدى الذي جعل في البيت. إذن من هنا فإن الاهتداء بالهدى الذي جعل في البيت هو أن نفهم تلك الأمور وأن نكون ممن قد اهتدى بها. فلذلك المتجه إلى البيت في صلاته هو ممن اهتدى بهدى البيت، والذي جاء للبيت حاجا ومعتمرا فهو ممن اهتدى بهدى البيت. ومن تدبر وتأمل في البيت ورأى بقاء البيت فدله على أن الله هو الحفيظ، ورأى ما ارتبط بالبيت من هذه العبادات العظيمة فاستدل على ذلك أن الله جل جلاله هو الهادي، وهكذا. فإذن هذه هي المعاني التي ترتبط بهذا البيت، وهي التي تدل على معنى الهدى الذي جعله الله عز وجل في البيت. وعندما يتأمل الإنسان البيت وبانيه وهو الخليل إبراهيم فإذا هذا يربطه بالأنبياء، وعندما يتأمل الحجاج حوله ويعني يربطه بالذاكرة التاريخية وحج الأنبياء موسى ويونس ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إذن البيت إذن يعطيه تلك الدلالة تلك الدلالة. فإذا تأملنا في ذلك إذن هذا المعنى بالنسبة للهدى المرتبط بالبيت. ثم إذا ما تأملنا أيضا في هذه الآية الكريمة فإننا نجد أن الهدى جاء معطوفا على البركة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ولذلك نحتاج أن نقف لنرى هذه العلاقة بين الهدى والبركة كصفتين لهذا البيت. فمنهم من العلماء من قال أن العلاقة بين الهدى والبركة العلاقة علاقة تقابل، أي كل منهما يحمل وصفا للبيت غير الآخر. ومنهم من قال بل العلاقة
علاقة تكامل. فمن قال علاقة تقابل قال البركة تعني ما وضع في البيت من الأمور الحسية، ويقول مما يدل على هذا المعنى المرتبط بالبركة قول الله عز وجل مخبرا عما يجبى إلى هذا المكان في إخباره عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء، وأن الهدى مرتبط بالجانب المعنوي وهي المنح التي جعلت في البيت وما يترتب عليها من هداية هذا الإنسان والإيمان الذي يكون في قلبه بالله عز وجل من تلك العبادات المكية التي يؤديها من الطواف والحج والعمرة. فإذا يكون الهدى يعني يرتبط به تلك الآثار وتلك الثمرات، وتكون البركة يرتبط بها تلك القضايا التي تأخذ الجانب المادي من بركة الثمرات وغيرها. فإذا هذه من العلاقة بين الهدى والبركة الله منتمية إلى البيت العتيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.